أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول أسيد بن حضين رضي الله عنه: ما هي بآخر بركاتكم يا آل أبي بكر؟ نعم، يعني عائشة رضي الله عنها لما سقط عقدها وجلسوا بدون ماء، جلسوا بدون ما يتوضؤون به، أنزل الله آية التيمم، أنزل الله آية التيمم، فصار فيها فرجا للمسلمين بسبب هذه المرأة المباركة بنت أبي بكر الصديق. نعم، هذا معناه.